من اندو، من كاغاوا، من ويندا. كرة في وسط الملعب، اندو لمسة لمصاتي المنتخب الياباني. ويندا في مكان خطير، تمريرة وفرصة متاحة وامر يتألق، ولكن بعد ذلك هدف لليابان، هدف لليابان عن طريق ويندا. الأمر اللي كنا نتوقع بصراحة بعد حالة من السيطرة للمنتخب الياباني. يصل المرمى بطريقة ممتازة، لاحظوا مرة أخرى تمريرة، وهنا تسديدة كاوازاكي، ثم بعد ذلك هوندا يضع الكرة في شباك عامر الشفيعي، يسجل الهدف الأول للمنتخب الياباني. الأردن هل نقول أن الشام تراجع أكثر من اللازم؟